زولي كيفاش يعيش بابا؟ زولي يعيش بصعوبة ياسر، وحالته متدهورة ياسر. بالنسبة للعائلة توا باش تنجم تعيش وتولي بالكدا من فوق المليون ونص وما فماش، ما تنجمش. عندك خمسة ولا ستة في العائلة ما تنجمش تعيش. مليون ونص ويا بابا الله كان نجم يعيش. ثاني حاجة الكنترول ما فماش. ثاني حاجة التفقدية ماهيش موجودة جملة واحدة. ناس تبيع على كيفها وتعمل على كيفها وتجري على كيفها وكل شيء على كيفها. ما تعيشش الناس باش الناس توصل بالمنطق هذا. يعني تعفس. يعني تعفس الزوالي تحت سقين. تعفس الزوالي تحت سقين. الله يصدقوني في مسألة كيما هذه اللي لاحظته أنا في تونسيا حتى ويخلص مليون مليون و200 ما يخلطش. هذه مليون و200 كي تجي تبع في دول أخرى كيما تركيا هو سميك. مليون و200 تونسي ما يخلطوش. يخلص ما يخلص الضوء يتلهب اليوتيود. أما شنو؟ فما فرق ما نعرفش. فما ناس يكون ربي مبارك لهم في فلوسهم وفما ناس لي. اما عامه الشعب ما يخلطش يتسلف وهذا بالشر هذا على شر هذا وما هو الا يعدي راسه باش ما جاو وكاو. معناتها سامحني مليون و200 ما تخلطش ملا اللي ياخذ في 400,000 و500,000 يا عازب والا ثلاثه في دار يخلصوا مع بعضهم ثلاثه اربعه من الناس في التركي في 400 ولا في 500 يولي وقتها مليون ونص وملايين وقتها تبدا تعيش. اما وحده ما كاش عزب مصروفه راس روحه. بطبيعه الحال ما عادش يفكر حتى حد في الزوالي. الزوالي على الحيط. الناس اللي شادين المناصب شادين الدنيا وشادين البلاد والعيال وشادين المناصب ما عادش يفكر في الزوالي. مستحيل يموت ما يموتش يجيب ياكل ما ياكلش ما يهموش فيه. يزيد الحليب باش يوكل الصباح ولاده يزيد له في الماء. برا شوف الغلاء والكواي يا اخي وين العباد؟ وينو مالي البلاد؟ يا اخي كنا هكا نحنا ما كناش هكايا. ما كناش هكا. الناس ما عاد حد متلفت لحد يا ولدي. ياكل يشرب يموت. والله كان يعفسونا لهنا بالتراكس لا يحسوا علينا. ريت العبد البشر يعفسوه في الكياس ما يحسوش عليهم. الناس تاكل من اللحم بعضها ما يكمل شهر ما يموت. السلف ورقة وراس هذا على هذا وشاشيت هذا على هذا. هذا ناس زوالية على الاخر ما عادش فيها. كانت فما طبقة بطبقة ناس سحقوا عليها الناس الكل. شكون متلفت لك؟ لاهي بالكرسي لاهي بيشد منصب لاهي باش يشد واحد. زوالي هذايا لا يخلط على ماء باش يخلط شهرية. شنية اللي يخلصها؟ شنية اللي باش يخلط؟ يوكل منها يشرب يخلص منها الكراء شنو باش يعمل منها؟ ها؟ باش يقري منها اولاده باش يقصها بالماء. الضو اللي ماكل الدنيا والماء الفاتورات يا اخي شنو تحسبوا فيه؟ يتصور فيها 400,000 و500,000 تحبوا يعيشوا فيها؟ دي ناس تقلب في بعضها تحبها باللغه الحوم العربي. ناس تقلب في بعضها. ناس حد ما فكر على حد يا ولدي. يعيش بسلف. انا نعطيك انا انتريتي الشهر هذا والشهر اللي قبله خذيت 400,000 بالله. 400,000 شو يعملوا لي؟ عندك عائله سامحني؟ عندي عائله عندي اربعه في رقبتي انا. عندي اربعه وعندي ولد بطال هاو كراقد وهاو هذا مسكين معاق. عندي هذا معاق معناه يعلم ربي بحالي كيف. 400,000 شو تعمل لي؟ البارح جاني العطار يدق على الدار يحب على الفلوس بالكريدي قاعد نكردي. قلت له اصبر عليه شويه حتى ينوب الله. والله العظيم نعاني وفي معاني زرقاء. عندي امراه عندها حساسيه مريضه باش نعمل العمليه هكا راقده مسكينه تبات في الليل تشكر يعلم ربي بحالها. 400,000 تكمل بها شهر كيفاش تعمل بها؟ كيفاش تعيش بها معناتها؟ تو عندي 7,000 فرنك ها والشهر مازال ما تسقي ويحرز نكردي من عند العطار تو 7,000 نوريهم لك تو. ما عادش عندنا يا ودي. كانت الناس انا نعمل حسب لطيف كنت نمشي نقرا قران يكرموني يرحم والديهم يمدوا لي 10 15 نعاون به. ما عادش تو جات الكورونا ما عاد نعملوا شيء. ما عاد نعملوا حتى شيء. ناس كل راقده تضرب في النوم تشوف فيهم كلهم زراهم صواوله كل صواوله. انت سامحني من العباد اللي ضرتهم كورونا كاكا. ضرتني كورونا اخوي ضرتني انا كورونا ضرت الناس كل بدنات فارغه. تي واحد عز شوف انت تو الناس تقعد تمشي هك. يا اخي كورونا يسمها قوه يسمها ماكله. الناس ما حتى الجيش ما عادش خالط عليه. زوالي حصل على قبل تهبط المياه ما تروحش منها حتى فرنك. تعرف الشهر هذا زبره خروبه والماء والضوء.
لانتريتي ما عادش يعيش في البلاد، الزوالي كلا حنط، يا حسرة على قبل يا حسرة على التو، تو تسمع في التلفزيون راهو نقصني شيء ما يريدش حتى شيء، زوالي ما ربي نقول، زوالي ما يخلصش حتى على حربوش، يمشي يداوي ما يخلصش يدي هو يبي مريض. جدي مرضوه والله الزوالي توا يعيش من السلف انا ريها كيك يتسلف من عند ذاك هو من عند ذاك هو يدبر في راسه حتى توا اللي عنده حانوت كيما انا عندي حانوت سكر من الاربع تاع العشيه مثلا حانوت نتاع ماكله ولا حاجه كيفاش باش تصور انت الريسيت نتاعك كيفاش باش تجري سلعتك كيفاش فهمت كيفاش كورونا جات الدنيا تعبه وزدت توا زدت تعبت اكثر العباد كلها تعبه العباد كلها تريفيها توا حتى اللي عايش ولا يشري تلقاه في الليل يخمم على غدوه شنو باش يجيب ومنين باش يجيب وكيفاش باش يجي فهمت كيفاش حتى اللي طوى اللي يخدم خاصه الحر كيما الخضار والعطار واللي عنده حانوت حر واللي ززار كلهم توا خاطر العباد طولت ما عادش حتى اللي شريت تحس في العباد ما عادش كيما قبل رسيت كيما طوى تحسها مش كيما سامحني انا باش نسك توا كي تهز معاك 20000 تعبي بها قفه سواء لحم ودجاج ايه ولد توا مشيت انا للفريب باش نشري ما جابت شيء اولا نعيش بقدره ربي في تونس منين باش يعيش مثلا تصور مين باش يعيش بالاخر نحب نقول لك كلمتين برك يعني نسكروا بها الملف هي تونس في مهب الريح الاولى والثانيه اسمها دوله ليمور فيفون الموت الحيين وانتهى الامر الزوال قاعد يعيش تو قاعد يعيش من الفضلات قاعد يلبس طماطم مضروبه ويلبس ياكل بشكل وحشك الفضلات اللي تشوفها العباد شعب كلها الشر شعب جاع شيء ما عادش ما حد شيء كان نقضي ب 10 فرنك تو فهمت كيلو لحم 26000 منين يمشي يجيب الزوالي سبعه في بيت وكرا وماء وضوء منين يمشي يجيب الزوالي حتى باش تعمل بوريته نتاع خدمه باش تخدم انا يجي الحاكم يزالك جيت البلديه تزالك منين يمشي يعيش يمشي للزبله هما جابوا لنا زبله من برا هما حاسبين زبله حسبوا مربي والله بقدرة ربي يعيش والله بقدرة ربي الناس والله ولات تمشي هي جهيمة على الأرض والله وعايش فيها كان اللي اصحاب الشهاري القويه كما نقولوا احنا من المليون والفوق مليون والفوق وهما راك اللي عايشين الزوالي انا هو الزوالي في عقله في البرلمان اللي رد تونس بوباله ويجيبوا في الزبله في سوسه وردونا تونس بوباله وعايشين من الكونترا هذوكم الزوالة في مخاخ اما الاخرين عايشين المواطن التونسي عايش توا المواطن التونسي عايش اما يلزم ينظفوا كل 60% تهريب ما فماش هذوما زواولة ما عادش تسميهم زواولة هذوما هذوما نبلاء اجماع تسرق وتنهب وتطرفك هذوكم هما الزواولة في بخاخ سيستيم دي بروي كانت الناس تخدم في ليبيا كسروا لهم ليبيا روحوا لهنا قاعد تشوفوا معناتها المال منين جاي كسروا لهم ليبيا جاوا هنا ربلي قعدت الناس تقاسي كانوا يدزوا في الماندا نحن شعب راقد ونبيعوا بعضنا بيوعة معناتها الطبقة الفوقانية هم الشعب الكادح قاعد يخدم وقايم بواجبه تفرج فيه في الترونسبور وتفرج فيه في الأسواق الزوالي ما يكمل الشهر كان بالسلاف والكريديات يكمل الشهر أنا نقول لك الناس تقلب في بعضها لا خمسة لا عشرة تبكوا دخان بيوصل بثمانية آلاف وعشرة آلاف وش بيك شو تحكي أنت يا ودي برا ادخل شوف الغلاء والكواه يا ودي وين الامه بتاع البلاد تو كي تتكلم تقول الزين وكنا هكايا يقول لك كيفاش يا كنا عايشين في خير في تو ما فهميش الجمله لا خير لا كما كان الشر ناس ماهيش متلفته للشعب هذايا الشعب هذا ريتو يموت ما يهمهمش فيه هذا اللي نجم نقول لك صاحبي انتريتي كيف ما كان تريتي خدم انتريتي ماخو منهم قرض خلص منهم كريه وما وذوش ما زالوا قسما بالله يكمل فيه بالديون يكمل فيه بالديون نحلف لك وعي الناس كل سنة فيا يكمل فيه بالديون خليك تاخو قرض وانتريتي ويفضل لك 300 تدفع منها ما وضو اللي بتدفع منها حاجة شو بتدفع منها اعطيني شو بتدفع منها كما يشكي ربي سبحانه وتعالى انتريتي ما توصلش 900 هذا من الضوء اللي انت شو يعيش اللي انت ريتي بجهر مش شي يعيش تسمعوا بها زيادة وش مش تزيد الناس انا مثلا ناخو في مليون مليون يخلطك تكمل به شهر مليون ما يخلطنيش ما يكمليش خطر عندي عائلة
عندي كريدي وعندي وناخذ في مليون ما خلتنيش. انا بطال نخدم كل يوم ويومه وشهر فما خدمه توا. انا كنت يدزولي في الماندا من البر ما عنديش شهري. ويوصل حكايه 400 500 كهو 400 دينار تكملوا بها شهر خالتين. والله لنا خالتي ماناش خالتين بالكل. والله لنا خالتي الدنيا صعبه ياسر، الكريه منا والزو منا وكل شيء زيت، كل شيء نلقدو نقوم ونلقاو شيء زيت. ما عادش واحد خالت على حتى طلب خضره، ولا حتى طلب خضره ما عادش خالت عليها واحد.